قرار مجلس الامن الاخير ومقترحات الرئيس الامريكي جو بايدن على عكس ما حاولت الاداره الامريكيه تسويقه من خلال زعمها موافقه الاحتلال عليه، وهو ما اكد ان اصرار المقاومه على ان يتضمن الاتفاق تاكيد واضح على وقف دائم لاطلاق النار وانسحاب كامل من قطاع غزه كان ضروره لا بد منها لقطع الطريق على محاولات المراوغه والخداع وادامه حرب الاباده ضد الشعب الفلسطيني. اللهم ثبت اقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ارتفع على قلوبهم، اللهم انصرهم نصرا مؤثرا، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، اللهم تول امرهم واحسن قناتهم وانتصر لهم لا خير الناصرين، اللهم اجعلهم من لدنك وليدا واجعلهم من لدنك نصيرا، اللهم انصرهم نصرا مؤثرا، اللهم انصرهم نصرا مؤثرا عاجلا، اللهم انصرهم نصرهم واجعلنا ممن نصرهم، اللهم اغفر من خذلهم واجعلنا ولا تجعلنا ممن خذلهم يا رب العالمين. كل شهيد السياسية ونبدأ وتالية الممارسات والانتهاكات غير القانونية التي تعمل فيها ميليشيا الحوثي. لذلك تضمن الدستور أو العقد الاجتماعي كان سماع علماء سماع حقوقا وواجبات وقواعد على طرفين تعد جريمة الاعتداء على الدستور أو تعطيله أو تعطيل بعض أحكامه. من لا يعني الآن نحن نتحدث عن الولاية كانتهاك، الآن يجب علينا أن نرصد ونوثق كل هذه الانتهاكات. هناك مؤسسات خرافة الولاية السلالية متناقضة مع عقيدتنا الإسلامية وهويتنا اليمنية والعربية. أو تعطيل بعض أحكامه من أكبر الحاكم للشعب ودائما للقادة وللنظام السياسي القائم يصبح مقبولا من الشعب بالحكم الدولة واستقرارها والاستقرار الدستور الجمهوري اليمني على درجة واحدة له من الحقوق وعسي. طبعا هذه لا وجود لها بالدستور، كل هذه الصلاحيات التي يمارسها عبد الله بن عبد الله هي صلاحيات هذه الندوة الحقوقية التي أقيمت اليوم تسلط الضوء على كارثة ما يسمى بالخرافة السلالية على حقوق المواطنين اليمنيين بموجب الدستور اليمني. تضمنت هذه الندوة عدة أوراق عمل ركزت بشكل عام على أهم الحقوق التي تضمنها الدستور الجمهورية اليمنية والتي تصادر هذه الخلافة الولاية السلالية، وفي مقدمتها حق اليمنيين في الانتخاب، في الترشح، في التعددية، في المواطنة المتساوية، في حرية الرأي والتعبير. كل هذه الحقوق التي تضمنها الدستور يعني تقوم هذه الخرافة الولاية السلالية بالقضاء عليها، بإزالتها، بتجاوزها، وتفرض وتجعل من هذه الحقوق حقوق خاصة بسلالة معينة بدون أي نص قانوني أو دستوري. ونحن بالنسبة لنا في لجنة الزوايا الجماعي بمنطقة المسيلة لنا ما يقارب أكثر من عام ونحن نعد لمثل هذه المناسبة، ولله الحمد ها هي تكتمل الآن الفرحة والبهجة في ربوع منطقة مسيلة آل شيخ، وتنعم بها جميع الأهالي والشخصيات وجميع العرسان في هذه البلاد. ولله الحمد يعني أهداف رسمت وتحققت وكثير من الأعمال الحمد لله، ومثل هذه الزواجات لا شك أنها تخدم شريحة كبيرة من الناس وخصوصا في هذه الأوضاع الصعبة، ولله الحمد يعني، وأيضا تنشر فيما بينهم الألفة والمحبة والتعالف
وتجسد الروح الواحدة، وتعتبر منطقة المسيلة اليوم وفي الأيام السابقة كأنها أسرة واحدة، وهذه منا من الله عز وجل والحمد لله رب العالمين. وكذلك نشكر الداعمين وعلى رأسهم مؤسسة النقيمة التنموية الخيرية لتقديمها الدعم السخي، وهم داعم الرئيسي لهذا المهرجان. وكذلك نشكر جميع الداعمين لهذا المهرجان، وجزاكم الله خير وكتب الله أجركم. بداية أشكر رئيس لجنة الزواج الجماعي ومهرجان الوصال الرابع الأستاذ فايز عبود حميد، وبقية اللجنة، أعضاء اللجنة وبقية اللجان الفرعية على ما قدموه وما بذلوه لإنجاح هذه الفرحة العرائسية التي أبهجتنا وأدخلت علينا السرور جميعا على أبناء المنطقة جميعا. كما أشكر بقية أو الراعي الرسمي للزواج الجماعي ومهرجان الوصال الرابع، الراعي الرسمي مؤسسة النقيب التنموية الخيرية، وبقية الرعاة الأخرى على ما بذلوه وما قدموه أيضا لإنجاح هذه الفرحة البهيجة التي أدخلت على أبناء المنطقة جميعا الفرحة والسرور. إن هذا الشعور لا يوصف يعني ولا يقدر. الجميع مبتسمون مبتهجون ومبتسمون لهذه المناسبة. نتمنى إن شاء الله تكرار هذا المهرجان والحفل سنين قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، لإعفاف الكثير من الشباب الغير قادرين وغير قادرين على الزواج إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خير. وللعقال زكاة تحيات لهم وقد جينا نبارك لهم. الحمد لله إقامة هذا المهرجان، مهرجان الوصال الرابع، بعد نجاح المهرجان الثالث والثاني والأول، وهذه بادرة طيبة من أهل المنطقة والرعاة لتخفيف العبء والثقل على المواطنين وعلى أولياء الأمور وعلى المعارس أنفسهم. وهذه بادرة طيبة طبعا يعني عملت على إقبال كثير من الشباب للزواج، وطبعا هي بادرة جيدة جدا يعني ممتازة جدا يعني. المشاركة كانت نوعية هذه السنة للتلفزة التونسية وكمية أيضا. اعتادت على مثل هذه الجوائز مش جديد، ثم تحديدا يعني في إطار هذه التكريمات تكرم أولا الأستاذ عادل شبشوب اللي كان شغل برشا مرات عديد المرات كمدير لعدة محطات إذاعية، والحقيقة هذا التكريم عن جدارة يستاهل سي عادل. الفقرة الموالية مارة القديمة، الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج المدرسة المستنصرة. كاميرا سيل فوبلي.
هاي